يعني أي تكريم هو مش تكريم لعمل فردي قام به إنسان، تكريم لوجوده في كيان كبير الكنيسة القبطية، والوجود في هذا الكيان يتلقى هذا التكريم. في بني سويف سنة 15 كان من أجل السلام المجتمعي، المشاركة في إرساء السلام المجتمعي. النهاردة دي مشاركة في التعليم المسيحي، غرس التعليم المسيحي، خاصة في أساس التعليم وهو المحبة. كيف نزرع المحبة في القلوب أو في المجتمع بصفة عامة؟ والفكرة إن يعني عملت كده زي منهج من 5 أبعاد على كيفية زرع هذه المحبة في الصغر، في الشباب، في الفتيان، في الكبار، في الأسر، بصفة عامة في المجتمع. صحيح، وهي تمنح طبعا للقادة والشخصيات الملهمة في العالم كله، ونشر السلام والمحبة، وقداستك واحد منهم. نشكر الله. سيدنا برضو يعني احنا شفنا النهاردة وكنا مع قداستك في الجامعة، جامعة عريقة وكبيرة جدا. هل ممكن يجي وقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمتلك جامعة بهذا الحجم وبهذه القيمة؟ طبعا احنا كل احلامنا واشتياقات قلبنا بنرفعها في الصلاة امام الله، والله هو اللي بيختار الوقت المناسب، فأمام الله ليس شيئا بعيدا.